On va faire une génoise salée. نفس فكرة الجينواز يا جماعة، لكنها راح تكون مالحة وراح تكون ملونة بشكل طبيعي. هنا راح نديرو اون جينواز على بيتخاف. انا راح نوريكم بلي وجدت اون جينواز ان غولي، راح نديرو ان غولي سالي اون فيت من الاخر، اون جينواز بالجزر ودرت وحدة بالسلق، نوريها لكم قبل ما نبدي الخدمة باش تفهموا على واش راح نحكي. انا راح نوريكم تاع البيتراف داكو، وانتوما طبقوا نفس الشيء، عوضوا فقط البيتراف اللي راح نوريها لكم بالجزر، طونطو بالجزر وطونطو بليزيبينا. والحشو الداخل انا راح ندير التونه بانواعها، وعندي الجبن طاختيني الجبن، ابخي داك الجبن تقدري تخلطيه بالمعدنوس بالسيبولات بالحواق باش ما حبيتي. ليدي الي لا اخي في سكو تو اون فو. الو هنا عندي ثلاث بيضات، راح نعزل كيما نديروا لا جينواز، راح نحسن الصفار عن البياض. فوالا Le blanc neige, le blanc neige. Non, 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 voilà. عزلنا باش نبدي نطلع لي بلون اون نيج، باسكو من بعد كي نقد نستعمل لي ميم فوي بلا ما نقعد نغسل فيهم، نطلع لي بلون نيج افيك قرصه ملح، اي من بعد كي نفوتو لو غيست دو لا روسيت. قلت لك هنا راح تكون لا جينواز منكهه دي ليغوم خضره وحشاوش. هنا قلت لك السلق، جزر، كميه من الجزر والبيطراف ولي زانغريديون راهم على الشاشه. اوني با، بسم الله. تمام، طلعنا لي بلون اون نيج ها هما دو. دونك نروح لوت بارتي تاع لا جينواز. عندي هنايا صفر بيض، عندي كميه من الزيت، عندي البيطراف راني بشرتها داكو. الو نخلطو من بعد ندير لها الجبن، نزيدو لها فاينه ونعاود اون انتيغ لي بلون نيج. زيت، الملح بيان سور ما نساوش نملحو. فوالا الوغ الملح ما تكثرش بزاف باسكو عندك الفخوماج. فاينة وشوية فرماج غابي. هوب لا انا دابا تري بيان اوكي جو برون لا ماريز وندخل هذاك لو بلون اون نيج تاعي. في الاول جو نخلط انرجيكمون، ومن بعد ندخل لي بلون اون نيج بشويه داكور باش تقعد لي هذيك لا جينواز ليجير. دونك اون جينواز سالي. الوغ هنا قلت لك الفكره انك تو فالا بارفيميتيغ راح يكون فيها بنه البيطراف بنه الجزر، نفس الكميه تحطي جزر ونفس الكميه تحطي السلق، لكن السلق تقطريه من الماء. اوكي تقطريه مليح مليح من الماء باش تدخليها لداخل تعطيك هذيك لا بيل كولور فيغت، هذيك اللون الاخضر. راح نطيبوها في فرن مسخن على 180 درجه مئويه، 170 180 حسب الفرن تاعك، وما طيبش بزاف يعني طيب 10 دقائق. المهم ما تخليش اللون تاعها يتغير ابان كونتا ليكويد. ديجا راح نحطوها على اون فين كوش، على طبقه رقيقه هكا. دوك نروحو كيما هاي، شوفوا هنا لون شباب بزاف بزاف ولون طبيعي، يعني كل شيء فيها طبيعي، كل شيء فيه ينتكل. لي سي با ان كولون اليمونتير، هو لون الشمندر السكري. دونك هنا كي ندخلوا هذوك لي بلون نيج، نروح نجيب لا بلاك دو كويسون تاعي هوب ونفرغ لاباغي جينواز.
Voilà. نفرغه مليح. تمام. وهنا جو ليتال شو فين كوش، يعني تحط تحليه على طبقة رقيقة، طبقة رقيقة فوالا، تحليه مليح مليح. ابخي اون تابوس هو كي غادي يزيد دخل غادي يطيح، غيطيح يفا سيتالي اونكوغ فوالا. وهنا ان بتي كو كيما قلت لك ندخلها للفرن.